أهلا بكم إلى تواصل دوت كوم في عدد هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، لدينا أخبار متنوعة، وفي البداية دعونا نأخذكم إلى جولة نتعرف من خلالها على عناوين حلقة هذا العدد من تواصل دوت كوم. في العنوان الأول من بغداد، جريمة قتل في شقق الطالبية تستهدف شابا ورصاصة طائشة تصيب نافذة أحد البيوت. بعد ذلك ومن بغداد أيضا سنذهب إلى ما رصدته كاميرات المراقبة من حوادث سرقة للسيارات، ثم نتوقف لاحقا عند المظاهرات التي حدثت في الزعفرانية والرميثة احتجاجا على انقطاع الكهرباء. أما الختام ففيه مناشدات من امرأة لا تجد الحليب لطفلها، ورجل يتهم شخصيات حكومية أنها السبب بوفاة طفله الصغير. أهلا بكم. إذن جريمة قتل جديدة لشاب مجهول الهوية في شقق الطالبية ببغداد، نتابع جانبا من الصورة التي التقطت لهذه الجريمة. الآن نشاهد مقطعا صوره أحد المواطنين يتحدث فيه عن رصاصة طائشة قال إنها أصابت نافذة أحد البيوت وسط غياب للرقابة الأمنية. شوف الطلقة منين عابرة. اليوم الصبح 29/5 طلقة مخترقة شباك والجهال كلهم قاعدين هنا من الرمي، جاي من جهة الزريجي. احنا هنا بحي الصناعة، شوفوا الطلقة هاي منين عابرة بالشباك جاية. الكرسي مالي على المكتب، شوفوا يعني لو قاعد هنا هالي اليوم الله يرحمني. جاية مخترق الكرسي، جاية عبر منا، جاية ضرب الحائط. بس ادور عليها وين، لازم القاها جوا طايحة. هذا كله جايبته اياها من الكرسي، طلعته وياها. نسخة من هذا المقطع المصور الذي رأيتم إلى كل مسؤول يزعم أنه يقف على مسؤولياته الأمنية بكل مسؤولية. الآن نتجه إلى كاميرا المراقبة التي رصدت لحظة سرقة لسيارة أحد المواطنين في بغداد، دعونا نشاهد معا. السيارة موجودة هسه. هناك جولة دي هناك نفجة طلعا إلى حادث سرقة سيارة، والسارق حاول دهس صاحب السيارة في الكرادة ببغداد، وذكر رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن صاحب السيارة نجا من الموت بأعجوبة. هذا كذا بعد يحاومه فات من المعارض ورجع على السيارة شافه.
شاف السيارات ما حصل. نعم طلع حيطلع لي الولد. شفته؟ ذلك هو الأمن. نذهب الآن وإياكم إلى مظاهرات حاشدة وقعت بمنطقة الزعفرانية في بغداد بسبب انقطاع الكهرباء. هكذا هم يريدون العراق بالكاد يستطيع أن يلتقط أنفاسه وربما لا. إلى مقطع آخر يبين تواصل مظاهرات أهل الزعفرانية بسبب استمرار قطع الكهرباء أيضا، نتابع معا. إلى مقطع آخر الآن في منطقة ثانية وهي الرميثة في محافظة المثنى، وهناك مواطن ينفجر غضبا ويصف الحكومة أنها حكومة لصوص، نتابع معا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه الخصخصة هي العوبة السياسية. يعني أنتم طالعين على شنو هسه؟ على الكهرباء وعلى جميع وظائف الدولة تفيد الشعب. الشعب سولف لي. أول شيء الخصخصة هاي لعوبة السياسيين، هاي يطيب يخسبون الكعكة بيناتهم، هم مستفادين بس الشعب العراقي وخاصة الرميثة منكوبة. أول شيء لا كهرباء بالبيت ولا عمل بتطلع بالشارع، يعني اثنيناتهم. أول شيء إذا تروح للبيت ماكو كهرباء، تروح للعمل عمل ماكو. ثاني شيء دوائر الدولة، أول شيء المدارس صارت بفلوس، اللي عنده فلوس يدخل بالتعليم، اللي ما عنده الشعب بيها 70 طالب. يعني اكو واحد يعلم 70 طالب، يعني هاي الحيتان ما تشوف فروخه بهاي المدارس ال 70 طالب وهو يتعلم. ثاني شيء الصحه، العده يتعين بالصحه. ثاني شيء المريض الا فلوس والما عنده ينتعل امه فوق ابوه. الزراعه صفر، لا ماي لا كهرباء، كل شيء ماكو. ادري جون هذول من الخارج نخمه من على الواديه، لو نعمه من على باتكم ولكم شعب الحسين. هذا المقواطي بروح واديكم، شايف شعب الحسين المقواطي بيوتها بالمقابر، بروح واديك. يعني هذا وين المسؤولين؟ ذول يدعون حسينيين، مو انتم انتخبتوهم؟ اي بالعلاقه مدارع عبانا شعبي وبخير، طلعوا زباين، شو تسوي لهم؟ اخيارهم فوق احنا، اذا هو اخيارهم فوق هو، شو تسوي لهم؟ شو تسوي لهم؟ شعب كفيلك العباس، عمي اعطينا مجال، رحم على والدي، رحم على الشعب فقير كفيلك العباس. طبعا مظاهرات الرميثة التي شاهدتم هذا المقطع الذي التقط أثناءها مشاهدينا الكرام، جاءت هذه المظاهرات في الرميثة للاحتجاج على سوء الخدمات وقطع الكهرباء. نتابع الآن جزءا آخر من حديث المواطنين الغاضبين المشاركين في مظاهرات الرميثة بمحافظة المثنى. صدق بهم ذولا الشيعة ذولا، طلعوا اجل عبد الرحمن مرشد ذولا، كتبوا عم الشعب قاعد يموت بالملايين، ولك طفلك قاعد يموت ما تهيت بي، طفلك يموت من الجوع، والحسين الرميثة منكوبة. انا بالنسبة لي مستفاد كفيلك يا عباس، بس غيري ما مستفاد من زعل والدي، هم اكلتنا الحيتان
قبيلة العباس تقاسموها الكعكة، وهذا الشعب يضربه مرض، يضربه مرض. وكب انتفضوا يا شعب، انتفضوا ترى كل شيء ماكو. اي ابوي حيدر تعال، يا حيدر تعال منك. شكرا 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 حيدر. عندك سالفة حيدر باختصار؟ شتكم طالعين حيدر؟ شتكم طالعين؟ شتكم طالعين حيدر؟ تروح البلد. علينا نتبع لمجلس محافظة، مجلس محافظة كذابين. اوف لا لا، ما لنا شغل بمجلس محافظة. مجلس محافظة يشرع القانون ويطلعون للوادم يقولون لهم غير حكي، المستثمر غير حكي. المستثمر يجي لوحده، زين المستثمر يا اهل مطيح حمايه ويا اهل مطلع حمايه ويا سيد غانم شنو يعني يصرح بكيفه؟ عمي عيب عليكم مجلس محافظه، عيب عليكم. هاي الوادي مو قشامر عندكم، انتم باقي لكم ايام تطلعون، انتم ما ينشرع قلع. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اعتقد هذه الثوره اللي طلعت اليوم بالرميثة على كل سياسي ان يفكر بنتائجها، لان هذا الاعتصام اذا استمر ليوم او ساعات الا نتائج سلبيه على المحافظه. هذا طريق عام. شو وقت تستحون يا حكومه؟ ولكم فلوس الكهرباء وين وديتوها؟ ليش كل صيفية تظاهر العالم والكهرباء والكهرباء، وانتم الفلوس اللي صرفتوها تبنون بيها دولة كاملة وتصدرون كهرباء لكل دول العالم؟ بس إن لم تستحي أصنع ما شئت. الآن فيما يتعلق بملف الكهرباء، إلى الخبر الأخير في هذا الملف، وفيه متظاهرون حصروا نائب محافظ واسط بسبب انقطاع الكهرباء. نتابع معا. عندنا المحطه وين يقولون ينقلون المغذيات من اسمع يا ولد بس ما يلي من الوطنيه يمر على الزبيديه، اكو خطوط فوق يعني حتى يشتغلون خطوط جواهر، لازم يطفوه حتى يشتغلون كهرباء ضغط عالي. بس الزبيديه ما طافيه. مرخصك مرخصك ما طافيه الزبيديه والله. لا لا المغذي لا، لحظه ما طافيه. انا اشتغل فيها ما طافيه. حالة غضب واضحة، ولا تزال تتأجج بمزيد من الاحتجاجات في مناطق مختلفة. إلى خبر مختلف أيضا، امرأة تناشد أهل الخير لتوفير علبة حليب لطفلها بسبب سوء أحوالها. نتابع. السلام عليكم شباب أهل الغيرة أهل الشرف. أنا طبعا والقرآن يعني حالة عذبت أني ورجلي طبعا، يعني هو رجلي يشتغل عماله والقرآن ميلحق على العيشة وعلى إيجار وعلى حليب مال ابني. زين ويعني تشوفون حليب هاي قوطية ما بيها، زين هاي القوطية ما بيها، وابني طبعا ما عنده حليب والقرآن. زين طبعا حتى صوته زين باو، يعني حليب ما عندي والقرآن، حتى صوته طبق من البتي. زين والقرآن مطلوبين ما الشهرين ما الإيتار وما عنده. زين ويطلع يوميا للعمالة ما جاي يشتغل. زين أهل الرحم طبعا هو رسي يعني تعب. زين شوفوا حتى يعني صوته مطبق من البتي وما عنده، والله من البارحة لحد الآن ما مشربت حليب. الآن إلى مواطن من سامراء يفقد طفله بسبب شخصيات في القوات الحكومية. نتابع معا. تعال تعال اقضب اقضب اقضب. نداء الى السيد القائد السيد ابو هاشم مقتدى الصدر. سيد هذول يهددوني، اخذوا فلوسي قبعوها، وهذا ابني توفى. هذا بشاربك سيد، هذا بشاربك يهددوني. يا انا ابن عمي مستشار يم وزير الداخليه، يا بنطيني بس انطيني 10 ملايين، معود مني فلوسي. وهذا اعتبره طفلك سيدنا، وهاي شوف شلون سووا بيه من وراء 10 ملايين باوع. شلون تزرف ابني وكتله ولوليت كتله ما انطوني مني فلوسي 10 ملايين اودي طفلي. هذا بشاربك وهذا الجواز ماله طلعته، معودين بس انطوني.
في فقرة آراءكم، وقبل الذهاب إلى تعليقات نشرت عبر موقع فيسبوك، نشاهد معا هذه المناشدة من أهالي منطقة الشعيبة في البصرة الذين يعانون من انقطاع الماء منذ فترة طويلة، ويعانون الأمرين جراء ذلك، ويطالبون الجهات المختصة بحل هذه المعضلة، مؤكدين أنه ما من جهة حكومية استجابت لهم حتى هذه الساعة. نتابع. يلا ستبدي يلا. نحن أهالي منطقة القوة الجوية الشعيبة سبق أن نشرنا مقطع. نحن سكنة هذه المنطقة منذ عام 1933 من زمن البري غازي، ولحد الآن كان الماء يصب عندنا. الماء يصب إلى أن إجت هالطرقعة هاي الفترة من 2003 انقطع الماء عندنا. الجماعة ياهو عندها انتخابات، ياهو عندها هاي سحبوا الماء من هاي الإشالة، هاي الإشالة إشالة صغيرة. مال الشعيبه ما تتحمل، ما خلوا منطقه من الزبير ما سحبوا لها ماي من عندهم. هل معقوله؟ جاي عنكم قاعد تقطعون الماي عن الناس وتعطون الناس؟ الشهداء اللي هسه مشاهد مشاهد نص ساعه بالسياره، حوالي 15 كيلو يوصل الماي، واحنا هنا كيلو ونص ما يوصل الماي. ليش يا عمي اعدلوا واحنا قاعدين بالجامع اعدلوا؟ معقوله تاخذون ماينا احنا وتعطون لهاي العالم؟ المربد معتاد ولا المربد يشرب ماي مالح؟ على ما يبدو أن المآسي والمشاكل والمعاناة تمتد على طول الخريطة العراقية شرقا وغربا وفي كل مكان. نتابع الآن أبرز التعليقات التي دونت من خلال صفحات شباب عراقيين كتبوا على فيسبوك وكيف تفاعلوا مع هذه القضية. في التعليق الأول الكالفة يكتب: أنتم بالشعيبة ليش ما تقطعون النفط؟ لن ما حد يسمعكم، بس من تروحون وتوقفون عمال النفط راح تتحقق مطالبكم. الخليفة، هذا الشاب يعطي أهالي هذه المنطقة حلا، يقول لهم: لماذا لا تذهبون إلى معامل النفط وتحاولون منع العمل بها حتى تلفتوا انتباه المسؤولين من أجل حل مشكلتكم؟ كل شيء جائز. إلى تعليق جديد، علي يكتب: وين اللي انتخبتوهم في مجلس المحافظة وصعدتوهم بأصواتكم بالدورة السابقة؟ علي بشكل أو بآخر يحاول أن لا يستثني تقصير المواطنين وأنهم كانوا سبباً أيضاً في معاناتهم حينما انتخبوا هذا المسؤول الذي تسبب في المعاناة التي يعيشونها في هذه الأيام. إلى تعليق جديد. في تعليق التالي نبيل يكتب: حتى إحنا نعاني من قطع الماء لمدة طويلة خلف ملعب الزبير الرياضي، بس ياهو ليسمع. نبيل أيضا هنا يؤكد أن المعاناة والمشاكل لا تقتصر على منطقة واحدة في العراق، وإنما هي في عموم المحافظات، وهذه حقيقة. إلى تعليق جديد. في التعليق التالي حيدر يكتب: الله يكون بعونهم ويسهل أمرهم ويوصل صوتهم وتنحل مشكلتهم. هذا دعاء من لا حيلة له إلا الدعاء من أجل أبناء شعبه. إلى التعليق الأخير. في التعليق الأخير أستر يكتب: إحنا باب الخصيب من شهرين ما عدنا ماي، نرجع نراجع الدائرة يقولون والله مشكلتكم ما لها حل، انتوا جيبوا مضخة روبن والأهالي ما يقبلون نحطها بالشارع تسبب لهم الإزعاج، ومرة يقولوا لنا انتوا المتضررين جمعوا وأسسوا بور جديد وهم هالحل مو أكيد يجي لكم ماي، ضلين عماي الحلو كل 3 أيام نترس، حسبي الله ونعم الوكيل. المسؤولون الحكوميون يقترحون على أهالي إحدى المناطق في العراق أن يبتدعوا حلاً شعبياً محلياً من خلال أهالي المنطقة. طيب بالله عليكم، ما هو دور المسؤول في هذه الحالة؟ هل دوره يأتي في الإطار الاستشاري فقط؟ هذا ما تبينه للأسف هذه التعليقات التي قرأناها عليكم قبل قليل. الآن نذهب إياكم إلى تويتر. في الساعات القليلة السابقة مشاهدينا الكرام نشط هاشتاغ غزة تحت القصف. هذا الوسم الإلكتروني لاقى صدى واسعا من خلال موقع تويتر، وغرد عليه الكثير من المغردين فلسطينيين عرب وأجانب أيضا. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي انتقيناها لكم والتي ذيلت بهاشتاغ غزة تحت القصف. في التغريدة الأولى أدهم أبو سلمية من غزة يكتب: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب، اهزم الصهاينة المجرمين وانصرنا عليهم، غزة تحت القصف.
مشاهدينا، من الجدير ذكره أن أدهم أبو سلمية هذا الشاب من هيئة كسر الحصار التي قامت بتسيير السفن يوم الأربعاء الماضي أو يوم الثلاثاء الماضي، وقامت هذه السفن بمحاولة للإبحار نحو ميناء قبرص، ولكن للأسف اعترضتها البوارج الصهيونية واعتقلتها وقتا قصيرا، ومن ثم أعادت من كان على متنها وهم 17 مواطنا أغلبهم جرحى وطلبة، أعادوهم ليلا إلى قطاع غزة. إلى تغريدة ثانية. في التغريدة الجديدة يكتب محمد سعيد نشوان: اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. غزة تحت القصف. هذا الشاب يستوحي الدعاء الذي دعاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما أصابته أزمة في الطائف، حينما خرج من مكة ذاهبا إلى الطائف حتى يدعو أهلها، فأطلق عليه أهل الطائف في ذلك اليوم للأسف بعض أطفالهم وبعض مجانينهم. إلى تغريدة جديدة. في غزة تحت القصف رضوان الأخرس يكتب: غزة يا الله خذلها القريب والبعيد ويبغي عليها العدو، وليس لها ولأهلها إلا أنت. الآن مشاهدينا نذهب إلى آخر تغريدة ذيلت بهاشتاغ غزة تحت القصف، وكتبتها آنية تقول فيها: غزة تحت القصف بينما نحن مهتمون برامز وراموس. آنية هنا تتحدث عن واقع المجتمع العربي وكيف أنه منقسم ما بين برامج للأسف يعني وصفها البعض بأنها هزلية، وما بين خلافات رياضية أخذت أكثر من وقتها الذي ينبغي، بينما قضايا الأمة المصرية والرئيسية والدماء التي تسيل هنا وهناك في أكثر من منطقة عربية وإسلامية لا تجد بواكي لها. بعد قليل نذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. في المقاطع المصورة نتعرف وإياكم على معلومات بشأن القمة العربية التي انعقدت في العراق عام 1990. الآن إلى نصائح رمضانية من أجل إفطار أفضل.
وصلنا إلى ختام ما لدينا في عدد تواصل دوت كوم لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه يوم غد، إلى اللقاء.